أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم وسلام المسيح يعزي قلوبكم. نلتقي وإياكم اليوم في هذا الصباح المبارك في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صباحكم نور، الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان، وهي مجددا بسبب انشغالات العمل ليست معنا في هذه الحلقة، على أن تكون بعون الله ورعايته إن شاء الله في الأسبوع القادم. نتمنى لها حظ سعيد وموفقة بعناية الله تعالى. حلقتنا اليوم بعنوان عيد جميع القديسين. نلتقي اليوم مع الأب الدكتور ضيف حلقتنا الأب إبراهيم دبور، علامة اللاهوت وكاهن رعية الروم الأرثوذكس في الصويفية، كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، مؤلف وكاتب وواعظ من أهم وعاظ الكنيسة الأرثوذكسية بشكل خاص والكنيسة الجامعة الرسولية المقدسة، فهو أمين عام مجلس رؤساء الكنائس، لذلك علاقته طيبة مع الجميع. يسعد صباحك أبونا. صباح الخير. في الحقيقة أبونا سعيدين أنك تكون معنا اليوم، وخصوصا أنا كثير مقرب من حضرتك وبعرف انشغالاتك الكثيرة وجدول أعمالك اللي دايما مليان، وتتخصص إنا ساعة من وقت حضرتك، فهذا يعني ممنونينك، ولأنه يستفيدوا الناس. احنا دائما بنحكي لما الواحد بوعظ بكنيسته قديش بده يكون في واحد بسمعه، 100 200 ماكسيموم، قديش بده يكون في واحد. لما الواحد بيطلع الفضائيه يعني بحكم كمان الدول اللي بيكون عندهم هالليل الدنيا بيكونوا سهرانين كمان، فبيشوفون العالم كلياته، فبتوصل كلمه الله والبشاره، لان الاعلام في حد ذاته هو 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 اسرع انواع البشاره المسيحيه. صباحك نور ابونا. صباح الخير أبونا. أول شيء شكرا كثير لنورسات، شكرا إلي لقدسك لأنك أنت دعيتني وأعطيتني هاي الفرصة أني أتكلم على الهواء مباشرة، وهذه نعمة كبيرة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا لإيصال كلمة الله للعالم كله، لأنه بقول اذهب وكرز للعالم أجمع، وبالتالي إحنا يعني إحنا خدام. أمين. ودايما أنا بكل إمكانياتي بوضعها تحت الله تصرفكم إن شاء الله، وللخير دائما، والله يعطيكم الصحة والعافية، وأنا كتير ممنون لأنك دعيتني، هذا تواضع منكم يعني. الله يخليك. بالعكس أبونا، يخلينا إياه أبونا. لو مسكنا كتاب السنكسار سيرة القديسين بنلاقي على الأغلب وخصوصا من الكنيسة الأرثوذكسية يعني كل يوم فيه عيد قديس، فما الداعي لعيد جميع القديسين مدامنا إحنا عندنا كل يوم عيد قديس بهالسنة؟ أول شيء باسم الآب والابن والروح القدس لهن واحد، أمين أمين. عيد جميع القديسين بصادف يوم الأحد دايما اللي بعد العنصرة، لأنه الكنيسة وضعت هذا العيد تقريبا بالقرن التاسع الميلادي، بسبب أنه في كثير من القديسين والشهداء والمعترفين والرهبان والنساك والنساء والرجال والأطفال لم تعلن قداستهم وما حدا بيعرفهم، وبالتالي الكنيسة حبت أنه تكرم هدول الناس كلياتهم المعروفين وغير المعروفين. يعني قديش عنا احنا شهداء في الكنيسة، يعني في من فوق بالقرن من القرن الأول القرن الرابع من فوق المليونين شهيد من للمسيحية من أجل المسيح، هدول استشهدوا، فهدول كمان ما بنعرفهم كلياتهم، نعرف عدة قديسين، القديس جورجيوس، القديس ديمتريوس، القديس برنابا، القديسين الرسل، فهدول معروفين بالنسبة لنا، بس بالنسبة للعالم أجمع في ناس كتيرين يعني ما مش عارفين من هم. نعم. وبالتالي الكنيسة حددت هذا اليوم مشان أنه تعرف العالم على أنه في كتير قديسين الكنيسة. بالنسبة لأنه يعني في كتير أنواع من القديسين، في عنا مثلا القديسين النساك، نعم، اللي قضوا كل حياتهم بالعبادة والصلاة وشيء من النوع، والقداسة مش أنه الكنيسة هي اللي تحددها أو ليس لها شروط، نعم، وإنما القداسة هو اللي بيعلنها ربنا بناء على توبة الإنسان، بناء على طلاق الإنسان مع الله. فمثلا عندنا القديسين الشهداء اللي استشهدوا من أجل المسيح، عندنا القديسين المعترفين اللي تعذبوا من أجل المسيح ونالوا الألام الكثيرة من أجل المسيح، ولكن صار ظروف أنه لم يستشهدوا، يعني
تغير الحاكم أو لأي سبب ظروف فلم يستجدوا، بتسموا المعترفين. في عنا التائبين اللي الناس اللي كانوا خطأ وأشرار، زي مثلا القديس موسى الحبشي اللي كان من أكبر الأشرار، ولكن هذا تاب توبة حقيقية وربنا أعلن قداسته، فربنا يعلن قداسة هذا الإنسان. والكنيسة دورها هي أن تعلن إرادة الله في هذا الإنسان بعد أن تتحقق من العجائب اللي سواها أو الظهورات أو إلى شمسة. نعم، وبحس في يعني سحابة من القديسين اللي فعلا كانوا في الخطية، زي القديسة مريم المصرية، القديس أغسطينوس في الكنيسة الغربية أيضا، فالعديد منهم. نعم صحيح. نعم أبونا، كنا بنحكي بموضوع الشهداء. هلأ الشهادة اليوم أصبح لها مفاهيم مختلفة، يعني الشهادة الوطنية والشهادة الدينية المسيحية، اللي إحنا المقياس من مات لأجل السيد المسيح. مثلا في كثير، كل ما ينتقل حدا من هذه الحياة بأثناء ممارسته لعمله أو تغطية صحفية، أو بنشوف قديش تعرضوا الصحفيين لهي الأنواع من الإبادة. شو نظرة الكنيسة اليوم للشهادة؟ يعني شو مفهومها؟ يعني بالنسبة للمسيحية، المسيح واضح كتير في كلامه، بيقول إنه من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني. نعم. وبالتالي الشهادة بالمسيحية هي عدة أنواع. أولاً الشهادة بالمسيحية هي الشهادة من أجل المسيح فقط لا غير. نعم. الشهادة من أجل الوطن، الشهادة من أجل العلم، الشهادة من أجل مساعدة الآخرين، هاي تعتبر كلياتها يعني عمل خير، عمل فضيلة. نعم. والله يكافئ هذا الإنسان بشكل هائل جدا. لكن الشهادة بمعنى الشهادة هي فقط للرب يسوع المسيح، ومن أجل المسيح ومن أجل بشارة. ومشان هيك المسيح له المجد في أعمال الرسل، بتلاحظ بيقول لهم الإصحاح الأول آية 8 بيقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة إلى أقاصي الأرض. إذن الشهادة هي للمسيح. نعم. وبالنسبة لأنه المسيح هو الله المتجسد، ونحن نشهد للمسيح بعدة طرق. نعم. يعني قدسك الآن أنت تشهد للمسيح. آمين. دعوتك لإلنا نقرأ من الكتاب المقدس هي شهادة للمسيح. آمين. فالشهادة للمسيح إما أن تكون بالدم، أن يقتل الإنسان أجل المسيح. الشهادة للمسيح يمكن أن تكون بالبشارة، أن تشهد للمسيح بحياتك، أن تشهد للمسيح بفضيلتك، أن تشهد للمسيح بعمل الفضيلة مع المسيحي وغير المسيحي. نعم. لأنه الشهادة للمسيح يجب أن تكون هي ليس فقط بالبشارة وإنما بالحياة. نعم. لأنه البشارة بدون حياة تكون فلسفة. فمشان هيك الآباء القديسين علمونا أنه في المضبوط في ارتباط وثيق ما بين العقائد والدين وكلمة الله مع الحياة الروحية. لأن قدوة والمثال، ما عنده الحياة الروحية بتصفي حياته العقائدية والدينية عبارة عن فلسفة وكلمات مصفوفة هنا وهناك. لكن زي ما بقول برسالته ليوحنا، نعم، يعني اللي بيقول عن حاله انه بيحبني وهو لا وهو يبغض اخاه فهو كاذب، يعني من الاخر كلمه قاسيه. يعني بنلاحظ مثلا يعني كثير المسيح هون له المجد، بتلاحظ انه يعني كان كثير واضح. يا اولادي، بيقول برسالته يوحنا الاولى، اكتب اليكم هكذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفار لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. إذن هو طريق القداسة، هو كفار لخطايانا، هو يسامح خطايانا لما منتوب.
وبهذا نعرف أننا عرفناه إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. يعني أي واحد يحفظ وصايا الله هو شاهد للمسيح. وهنا في ارتباط وثيق ما بين القداسة وبين الحياة الروحية. اسمح لي أوضح نقطة بالنسبة للقداسة. لأنه الكتاب المقدس بيقول أيها الإخوة القديسون، إحنا كلنا مدعوين للقداسة، هذا المعنى. نعم 100%. ففي فرق كبير ما بين الخلاص والقداسة، مهم جدا أنه نعرف هذا الحكي. نعم. القيامة كانت للجميع والخلاص بالقيامة لجميع البشر، لكن الصعود فقط للقديسين. جميل، مقاربة جميلة. نعم. الصعود يعني دخول الإنسان في مجد الله، دخول الإنسان في النعمة الإلهية. فهدفنا في هاي الحياة أن نصبح قديسين، ومشان هيك قال المسيح كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. قدوس، وأنتم بالأصل صورته ومثاله. إذن إحنا زي ما قال بولس الرسول تمثلوا بي لأني أنا متمثل بالمسيح. إذن إحنا بدنا نجاهد الجهاد الحسن حتى نصل إلى ملء قامة المسيح. فهدفنا بهاي الحياة هي أن نصل إلى ملء قامة المسيح. بدي أعطي مقاربة بين العهد القديم والجديد. نعم. العهد القديم جميع الشعب الإسرائيلي قد خلص من عبادة فرعون بقيادة موسى، ودخلوا البحر الأحمر وعبروا البحر الأحمر ودخلوا إلى صحراء سيناء، والهدف بتاعهم هو دخول أرض الميعاد اللي هي الأرض اللي بده يتجسد فيها الله المتجسد المسيح له المجد. ولكن الكل خلصوا بقيادة موسى، لكن ليس الكل دخلوا إلى أرض الميعاد، حتى موسى نفسه. حتى موسى نفسه. فمشان هيك اللي أخطأ وابتعد عن الله وعبد البعال وترك الله، ولما موسى نزل من الجبل حريب وشافهم عم بيعبدوا البعال وكسر لوحي الوصايا، وهنا قديش هدول الناس كفروا بالله. فهدول ماتوا بالكفر، ماتوا بالكفر ولم يستحقوا أن يدخلوا الملكوت إلى أرض الميعاد. بالتالي إحنا كلياتنا بنتعمد وإحنا أطفال، وكلياتنا بالمعمودية نتحد زي ما قال بولس الرسول في رسالته الأهل الرومي الإصحاح السادس، جميعنا بالمعمودية نتحد بالمسيح، نموت مع المسيح ونقوم مع المسيح ونقوم في جدة الحياة. هذه الرسالة الأولى بالمعمودية دائما للأطفال. بالتالي نحن قد متنا وقمنا، ولكن الآن وضعنا على حلبة المصارعة مع الشيطان، وهذا اللي بيحكي بولس الرسول إن حربنا ليست مع لحم ودم بل مع رؤساء وسلاطين هذا العالم. إذن أنت الآن وضعت على حلبة المصارعة، أنت الآن وضعت على الجهاد الروحي. هذا الجهاد الروحي كان من قبل أن تتعمد لا يمكن أن تنتصر فيه، لأنه الخطيئة سائدة وقوة الشيطان سائدة. لكن لما أنت تعمدت بتلاحظ الكاهن في عنده استقسامات لرفض الشيطان. الأشابين اللي بتكون حاملين الطفل هم يرفضوا الشيطان ويرضوا الشيطان، وبالمعمودية يدخل المسيح. فبالعهد القديم ما كان المسيح في قلبك، لكن في العهد الجديد لما تجسد الله الابن وانت اتحدت فيه بالمعموديه واصبحت انت عضو في جسد المسيح، زي ما بيقول بولس الرسول انتم جسد المسيح واعضاه وافراده، بالتالي انت صرت عضو في هذا الجسد. نعم. كونك اصبحت عضو في هذا الجسد اذا قوه الروح القدس والنعمه اصبحت موجوده فيك وفي قلبك. من احبني يحبه ابي، ومن يحب أبي نأتي هناك ونصنع لنا منزلا.
أنتم أجسادكم، أنتم هياكل الروح القدس وروح الله ساكن فيكم. إذا نحن أصبحنا بالمعمودية هياكل للروح القدس وروح الله ساكن فينا، كيف الشيطان بده ينتصر علينا؟ لا يستطيع. وبالتالي نحن أخذنا القوة الحقيقية كي نجاب الشيطان، وهنا دعينا إلى الجهاد الروحي. هذا الجهاد الروحي هو الذي يوصلنا إلى التنقية، الخلاص قدم لنا مجانا، وربنا مش طالب منا أنه نعطيه عوض هذا الخلاص، أعطينا مجانا. نعم. ولكن الجهاد الروحي زي ما جاهد المصري الإسرائيليون في صحراء سيناء وبقيادة موسى وبعدين بقيادة يشوع بن نون دخلوا أرض الميعاد في العهد القديم، الآن نحن نجاهد روحيا كان ندخل إلى الملكوت السماوي. نعم. مشان هيك بيقول بولس الرسول في فرق كبير ما بين الخلاص وبين التأله بالنعمة، أي الدخول إلى الملكوت السماوي والقداسة. هذه القداسة أعطانا إياها الرب يسوع المسيح، لأنه هو ينبوع القداسة. أكيد. بيقول بإصحاح 17 في يوحنا: لكي أقدس ذاتي. طب ما أنت يا يسوع المسيح أنت ينبوع التقديس، كيف تقدس؟ نعم. كيف تقدس ذاتك؟ فابن الله اللي هو ينبوع التقديس لما أخذ طبيعتنا البشرية هو قدسنا إحنا البشر من خلال تقديسه لطبيعته البشرية. نعم. وبالتالي إحنا أصبحنا هياكل للروح القدس. آمين. وبالتالي يا إخوان القداسة لها طريق. أكيد. وطريق القداسة معروفة وسهلة وصعبة في نفس الوقت. سهلة لأنه الله معنا، وأنت إذا حطيت القداسة هي هو هدفك بالحياة معناته أنت تسعى، عليك أن تسعى إلى هذه القداسة. نعم. يعني عليك أن تجاهد بالضبط مشان تشعر بنعمة الله اللي وهذا فيه. هو موضوعنا رح يكون بعد الاتصال مع أبونا فرح حجازين معنا، رح نحكي أنه كيف اليوم إحنا نمشي بهذا درب الجهاد. أنتم بالعالم ولستم من العالم، هي هاي السهلة والصعبة اللي حضرتك. نعم. يعني أعطيتها البعد الفلسفي. أبونا فرح حجازين صباحك نور. صباح الأنوار أبونا جورج، وصباح الخير لصديقنا الحبيب الغالي الدكتور إبراهيم دبور. حبيبي أبونا أنا مبسوط جدا جدا أن ألتقي أنا وياه في خدمة كلمة ربنا. آمين. شو بتخبرنا أبونا؟ في الواقع الموضوع كثير كثير شيق وبهم كل مسيحي، والحديث عن جميع العيد جميع القديسين تدعوني أن أتحدث عن القداسة. القداسة هي أمر من الله وليس مجرد نصيحة، أمر من الله لكل مسيحي إذ يقول كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. وأيضا القداسة هي أمر ممكن، وإلا لما كان الله طلب منا ذلك. القديس أغسطينوس يقول: الذي جعل فلان أو فلاني يصبح قديسا أو قديسة، لماذا لا يجعلني أنا أيضا أن أصبح قديسا؟ كيف أصبح قديسا؟ سأل الشاب يسوع: ماذا أعمل لأرث الملكوت أي لأصبح قديسا؟ أجاب يسوع: احفظ الوصايا. وأهم هذه الوصايا الوصية الأولى: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل ذهنك وكل قدرته، وأحبب قريبك حبك لنفسه. أين نحن إذن من هذا المقياس؟ الله لا يحب التجزئة، أعطانا كل قلبه وينتظر منا أن نعطيه كل قلبنا، لأن الحب لا يتجزأ. من القلب تتولد القداسة، فمن كان قلبه شريرا عبثا تقدسه شفتاه. من القلب ينبثق نور الإيمان، فمن كان قلبه مظلما عبثا يستنير من الخارج. القلب هو المستودع الذي يأخذ منه كل شيء: المحبة والبغض، الإيمان والشك، الفضيلة والرذيلة، القداسة والكفر. ولذا فكل من توهم أنه قديس لمجرد ما يبديه من ظواهر العبادة والتقوى
فهو مخطئ في وهمه. من خلال عظته على الجبل أراد السيد المسيح أن ينقل الإنسان نقلة نوعية من عقلية دنيوية بشرية محدودة إلى عقلية إنجيلية مسيحية إلهية، أعني إلى القداسة. لا يستطيع الإنسان أن يقبل أو يعمل بهذه العقيدة بدون نعمة السيد المسيح ومثل السيد المسيح. وهذه باختصار بعض الميادين أو المبادئ حتى نسأل أنفسنا أين نحن منها. العالم يقول طوبى للأغنياء والأقوياء الذين يملكون الغنى والقوة، أما السيد المسيح فيقول لنا إن الغنى الحقيقي هو في الله الدائم وليس في المال الزائل، وأن القوة الحقيقية هي قوة الفضيلة والحق والعدل. يقول العالم العين بالعين والسن بالسن، والسيد المسيح يدعونا إلى محبة الأعداء والصلاة من أجل مبغضينا. أحبوا أعداءكم وباركوا لعنيكم. يقول العالم أن نحب من يحبنا وأن نحسن إلى من يحسن إلينا، أما السيد المسيح فيدعونا إلى أن نقتدي بأبينا السماوي بمحبة جميع الناس بما فيهم الأعداء، لأن الله الآب يطلع شمسه وينزل مطره على الأبرار والخطأ. يقول العالم السيد هو المخدوم، أما يسوع فيقول لنا من أراد أن يكون كبيرا فيكم ليكن لكم خادما، كبير القوم خادمهم، وقد أعطى من نفسه قدوة لذلك. يدعو العالم إلى كره الخاطئ ومقاطعته، أما يسوع فيدعو إلى كره الخطيئة ومحبة الخاطئ. يدعو العالم إلى الانتقام من الخاطئ، أما يسوع فيدعو إلى رحمة الخاطئ ونساعده على التوبة والخلاص. كونوا رحماء كما أنا باكم السماوي ورحيم. يدعونا السيد المسيح أن ننزع من صدورنا قلب الحجر، قلب القسوة والانتقام، لكي نضع مكانه قلبا من لحم من رحمة وشفقة. يدعو العالم على مثال الغني الجاهل إلى تقديس الأموال والخيرات في هذه الدنيا حيث السوط والعف والسارقون، أما يسوع فيدعونا إلى أن نعمل لنا كنزا في السماء بأعمال الخير والرحمة حيث لا يطاله لا السوس ولا العس ولا السارقون. وبكلمة أخيرة يدعونا السيد المسيح أن نجعل من كلمته هذه قاعدة حياة لنا، كما تريدون أن يعاملكم الناس فكذلك عاملوهم. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. من يسمع كلامي ويعمل به يشبه رجل عاقل بنى بيته على الصخر، أما الذي يسمع ولا يعمل فمثل رجل جاهل بنى بيته على الرمل. القديس يعقوب يقول اعملوا بالكلام ولا تكتفوا بسماعه فتخدعوا أنفسكم. المتدين الذي ينسى مسيحيته لدى انصرافه من الكنيسة فلا يعمل بموجب ما به مدى أوصاه الإنجيل، إنما هو الجاهل الذي يبني بيته على الرمل فينهار عند أول صعوبات أو محن. إنما يرضي الله هو أن نترك الإيمان يحول مجرى حياتنا في التفكير والعمل. فالمسيحي الحقيقي يتميز لا بأنه يؤمن بوجود الله فغيره يؤمن بذلك والشيطان يؤمن ويرتعد، ولا بأن الله يحبه فالله يحب كل البشر، ولا بأنه يعطف على الفقير فغيره يفعل ذلك أيضا، ولا بأنه يستفيد من نعم الخلاص فالمسيح مخلص الجميع، ولا بأنه يحضر القداس نهار الأحد فمن المسيحيين الحقيقيين من لا يتمكنون من ذلك لسبب أو لآخر. من يحضر القداس وليس مسيحيتهم إلا اسما على هوية، ولا بأنه يحرق الشموع في المعابد فأيا كان يستطيع ذلك، ولا يفهمون معنى المناولة يتقربون ولا يتقربون، أي لا يقدمون حياتهم قربانا، ولا بأنه يعترف الكاهن، فكم من المسيحيين يعترفون ولا يتوبون. فالمسيحي الحقيقي يتميز بأنه يؤمن بالمسيح متجسدا ومعلما ومخلصا وصاحب رسالة، فيستولي عليه الإيمان هذا ويغير مجرى حياته وتفكيره، فيقول مع القديس بولس عندئذ لست أنا الذي يحيا إنما هو المسيح الذي يحيا فيا. آمين. أبدعت أبونا الحبيب، يعني حطيتنا على القواعد القداسة السليمة وبناء على النصوص الكتابية بحيث لا يكون هناك أي إبهام بالموضوع. أكيد هذه الثوابت الموجودة في عظة المسيح على الجبل. نعم.
شاكرين أبونا هذه المداخلة الجميلة بالحقيقة، يعني رجعتنا للنبع أبونا. الله يخليك أبونا، تسلم وصباحك نور، وشكرا دائما لمحبتك. شكرا الله أعطيك ألف عافية. أبونا قبل الاتصال كنا بنحكي هذا الجهاد، هذا التعبير عن القداسة، كيف اليوم لما بنحكي لأخواننا المؤمنين اليوم يسوع عمل هيك ويسوع حكى هيك، بحكوا لنا هذاك يسوع، هذاك إله، أنا بدي أصير إله، أنا عبد ضعيف وخاطئ. فهي تعاليم المسيح هي تعاليم فاضلة وتسمو على طبيعة البشر، بس بيجي القديسين بثبتوا لنا لا، إنهم هي القديسين هم كمان بشر. يعني إذا أبونا تحدثنا بمنطق العهد الجديد وبروح العهد الجديد، نستطيع أن نفهم أن الإنسان مش لوحده، وإنما روح الله ساكن فيه هو الذي يعمل. الرسل والأطهار والناس لما راحوا يبشروا كانوا صيادين سمك، لكن روح الله كان يتكلم في لسانهم، كانوا ضعفاء. من أنت؟ يعني زي ما قال أبونا وبشكره على ذلك، القداسة هي ليست محصورة في مطران أو في خوري أو في راهب، أو القداسة هي للجميع، الجميع مدعو لهذه القداسة، لأن القداسة هي الدخول إلى الملكوت السماوي. وويل لنا إن لم نصبح قديسين، ويل لنا إن لم نصبح قديسين، يعني في خطر على دخولنا إلى الملكوت السماوي. يا سلام. فمشان هيك بتلاحظ المسيح له المجد بيقول إن كنتم، في يوحنا الإصحاح 14 أي 15، إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. وبالتالي في العهد الجديد أنت أصبحت إنسانا جديدا بقلب جديد. قلب جديد. العنصر عيدنا لها قبل أسبوع، العنصر اليهودية شو هي؟ هي إعطاء الله الوصايا العشر والشريعة على لوحي مكتوبين من حجر. نعم. لكن العنصر في العهد الجديد إعطاء الشريعة للعهد الجديد في قلب من لحم. نعم. وهذا ما يقوله حزقيال النبي في إصحاح 11 آية 18، فيأتون إلى هناك ويزيلون جميع مكروهاتها وجميع رجاساتها منها، وأعطيهم قلبا واحدا وأجعل في داخلهم روحا جديدا، وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم لكي يسلكوا في فرائضي ويحفظوا، يسلكوا في فرائضي ويحفظوا أحكامي ويعملوا بها ويكونون لي شعبا فأنا أكون لهم إلها. هذا هو العهد الجديد، يعني هذا هو ما نقوله العهد الجديد. وفي إرميا نفس الإشي إصحاح 31 أي 31، لكن إحنا رح نقرأ مشان الوقت من أي 33، بل هذا هو العهد الذي أقطعه من بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي، هذا هو العهد الجديد، شريعتي في داخلهم وأكتبها في قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. إذن الشريعة سوف لن تكون في حجر، سوف تكون في قلب بشر، يعني زي ما بتحكي الشريعة عنه. بالواقع يعني لن تكون على حجر في زي اليهود في العهد القديم. نعم. وإنما الله في العنصرة في سر المسحة في التثبيت يعطينا الله القلب اللحم، وبالتالي هذا القلب رح يكون مليان في الروح القدس، وهذا القلب هو الذي يجعل الروح القدس هو الفاعل فينا. جميل، جميل جدا. وبالتالي هو الذي يقودنا إلى القداسة. جميل جدا. ويقودنا إلى الملكوت السماوي. ذكرت أنت، أنا مش الله، أنت الله، أنت الله، أنت مدعو أن تكون إلها بالنعمة، لأنه في عنا نوعين من التأله، في عنا التأله بالجوهر اللي هو الآب والابن والروح القدس، وعنا التأله بالنعمة. بالنعمة. لأنه لما أجوا اليهود بدهم يرجموا المسيح، قال لهم ليش بدكم ترجموني؟ في الإصحاح 10 بيوحنا. قال له أنت وأنت إنسان جعلت نفسك إلها. قال لهم أليس مكتوب في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة،
إن قال آلهة لكل من صارت إليهم كلمة الله، وهي من المزامير. من المزامير. إذن إن إحنا صارت إلينا كلمة الله، نعم صارت. من هو كلمة الله؟ هو الله المتجسد واتحد فينا. نعم. إذن إحنا مدعونا إلى التأله بالنعمة. نعم. التأله بالنعمة. مشان هيك اسمح لي أقول بس هاي النقطة صغيرة، إنه لما الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، خلقه لكي يصل الهدف بتاع خلق الله للإنسان قد ما بيحبه، مشان يوصله إلى هذا الهدف اللي هو هدف القداسة. هدف القداسة. واللي نعم. هو على مثال الله. واللي هو على مثال الله. على صورة الله ومثاله. نعم. نعم. فعلى صورة الله، يعني حالة الاستاتيكية، حالة الثبات، حالة الصلاح اللي الله خلقنا فيها. على مثاله حالة النمو، حالة النمو نعم. بالفضيلة. فالفضيلة موجودة ونعمة الروح القدس موجودة في قلبنا. فأنا حفظ هذه الوصية تكون من خلال العمل للوصول إلى هذه القداسة، ونضع هذا الهدف أمامنا حتى نصل إلى مثال الله. مشان هيك بقول بصلاة الجناز، لما نحكي عن الجناز، إنك أنت خلقتني على صورتك، ولكن أنت دعوتني على مثالك، أنا مدعو إلى مثال الله. بالتالي بالقيامة، قيامة الرب يسوع المسيح، حررنا من السقوط، من نعم. نتائج الخطيئة، من الموت، من الفناء. بصعوده أصعد طبيعتنا البشرية إلى الملكوت السماوي، وبالتالي نحن الآن جميعا مدعوون أن نصبح قديسين وأن نسعى إلى هذه القداسة. آمين. مشان هيك بقول بولس الرسول: أركضوا بأرجل خفيفة، لأن الوقت قريب. لأنه ما بنعرف إمتى بأي ساعة بدنا نوصل نوقف قدام الرب. نعم نعم. أبونا إبراهيم، معنا صوت صارخ من الجنوب. الأب قسطنطين هلسه. أبونا صباحك نور. يسعد صباحك أبونا حبيبي، ويسعد صباحه أبونا إبراهيم. يعني دائما أنت فزعتنا يا أبونا. ابدا ابدا في الخدمه بالتاكيد. صديق نورسات دائما، يعني الدكتوره باسمه الله يذكرها بالخير دائما بتقولنا استعينوا في ابونا، بحكي حكي حلو. الله يخليك ابونا ويديمها الدكتوره. الله يخليك. تفضل ابونا، كنا اصغاء والساده المستمعين والمشاهدين. احنا عيتنا الاحد الماضي اول امبارح لتذكار جميع القديسين، وابونا شكله يعني أفاض واستفاض. لكن هنالك أيضا كمان إحنا بدنا نحكي عن القداسة والقديسين، يعني بدنا حلقات مو حلقة واحدة. لكن اللي بنقدر نقوله إنه أولا إنه قبل أحد جميع القديسين إحنا عيدنا للعنصرة، وقبل العنصرة هيأنا للعنصرة بثلاث آحاد اللي هم المخلع والسامرية وأيضا أحد الأعمى. يريد الرب أن يوصل إلنا رسالة إنه يسوع المسيح هو فيض ونبع الماء الحي اللي إذا شرب منه البني آدم لا يعطش إلى الأبد. العطش هون هو العطش للملكوت السماوي، والإيمان يقابل أيضا من الجهة الثانية هو الاعتراف بهذا الإيمان. ولذلك عندنا فرع من القديسين أو نوع من القديسين بنسميهم المعترفين، اللي اعترفوا وجهروا بإيمانهم. الحياة في المسيح تجسدت بالعنصرة اللي هو يوم ميلاد الكنيسة، والمسيح فاعل في الكنيسة من خلال الأسرار المقدسة ومن خلال النطق بالكلمة على لسان الآباء. هون القداسة تتطلب منا التخلي عن الكثير من المتاع الأرضي والروابط الأرضية حتى نصل إلى الحياة الحقة ونحصل على الحياة الأبدية. الحياة في المسيح، وهون كانوا يسألوني من سوريا ومن العراق إنه ليش يا أبونا عم بصير فينا هيك، إحنا مؤمنين. وإحنا بنقول لهم أساساً الحياة في المسيح
ليست حياة مفروشة بالورد، هي حياة جهاد واستشهاد واضطهاد. فالوصول للقداسة ليست طريق مفروشة بالورود، هي طريق ضيق ومتعب بحسب متى 7 والآية 14. إذن في جهادات تنتظر القديسين، لذلك ترتب أحد جميع القديسين بعد حلول الروح القدس حتى يخبرنا إنه هذول القديسين هم نتاج وثمرة لعمل الروح القدس في الكنيسة. هيك بيختار الإنسان المسيح اللي هو النصيب الأفضل اللي اختارته مريم أخت إليعازر، وهي طريق توصلنا إلى الآب السماوي الذي لم يره أحد قط. إذا من هون إيش بنعرف القداسة؟ بكل بساطة بكل بساطة القداسة هي الاقتداء بالمسيح. طب كيف بدي اقتدي بالمسيح؟ المسيح إله والمسيح بلا خطية. كيف بدي اقتدي فيه؟ انا بقتدي في حياة المسيح على الارض، بحاول اني اعيش وصايا المسيح، مش احفظها زي هذا كالفريسي حافظ الوصايا. لا، ما بدي احفظ الوصايا، انا بدي الوصايا تكون كما هي واقع عملي في حياتي لحتى اصل الى القداسة. اذا الاقتداء القداسة هي الاقتداء بالمسيح. هو قال تعلموا مني فاني وديع ومتواضع القلب. اذا هون الوداعة والتواضع هي ابرز الفضائل اللي ممكن نقتنيها لحتى نقتدي بالمسيح. المسيح هو الممسوح أزليا بالروح القدس بصفة الأقنوم الثاني، لكن هو وديع وطيب ومتواضع القلب. في الليتورجيا في المعمودية بحكي إن الرسول بولس أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم. إذن بالنتيجة القداسة هي تحقيق وتجسيد للحياة الأبدية. مع الأسف هاي الحالة فقدها الإنسان بعصيانه، لكن جاء آدم الثاني ليعلمنا كيف إن نكون قديسين. في أحد جميع القديسين بيبرز سؤال، مين هو القديس؟ القديس ببساطة هو من استجاب للنعمة الإلهية وتحول بالكامل إلى هيكل للروح القدس بعد أن أخلى ذاته من الكبرياء البشرية. القديس هو من سار بعكس منطق هذا العالم اللي بيحاول هذا العالم بمغرياته إبعادنا عن الله والابتعاد عن محبة المسيح والاتكال على البشر. ليتعلم القديس أن يتكل على العناية الإلهية. القديس هو اللي بيدرك وبيعترف إنه خاطئ وإنه الخطيته هي خسونة نفسه. لذلك القديس لا يدين الآخرين بل يدين ويحاسب نفسه ولا ينظر إلى خطيئات الآخرين القشة اللي في أعينهم. دائما القديس يوحنا ذهبي الفم اللي كان عايش حياة متقشفة حتى لما كان بطريرك القسطنطينية كان يقول اليوم الذي لا أبكي فيه خطاياي لا أحسبه من عمري. القديس هو كائن بشري، مش إنه لا يخطئ أو خالي من الخطية، لكنه يبقى متواضع رغم خطيته فيذهب مسرعا إلى الآب الرحيم لكي يطلب الغفران وأن يعترف بضعفه. ليس القديس من سكن الكنائس وحضر الرتب الطقسية كلها، بل القديس في الجوهر هو من سمع كلمة الله وعمل بها. القديس هو من تخلى عن كل شيء في سبيل الكمال الروحي، وهو
من عكس حياته، يحب الله ويحب الآخرين جميعا. القديس هو من أصبح الله كل شيء في حياته، بل إن الله هو محور حياته كلها. الرسول بولس بيحكي لنا: لست أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا فيا، في غلاطية 22. وأيضا قول الرسول بولس: حياتي هي المسيح، في رسالة إلى أهل فيلبي. لذلك كل اليوم مدعوين للقداسة بهذا المعنى بالتفصيل. لا نقول إنه القديس معصوم، إحنا لا نؤمن بالعصمة إلا المسيح وحده الخالي من الخطيئة، لكن القديس كان في سلام مع الله. في القداس الإلهي قبل المناولة المقدسة يرفع الكاهن الحمل أو الأسقف، يرفع الحمل ويقول: المقدسات للقديسين. لاحظ مين؟ لاحظ هون إنه الكلام مش فردي، الكلام جماعي لكل المؤمنين المجتمعين. هذه حياة القداسة، وهذا هو القديس اللي اليوم إحنا بنتعلمها من أحد جميع القديسين. وهذه هي الرسالة اللي بدنا نوصلها للعالم، إنه كيف نقتدي في المسيح أولا، وكيف يكون الله هو الأول والآخر في حياتنا، هو محور كل حياتنا. نعم صحيح، الأولوية الأولى. نعم نعم نعم. يعني هون بس بصفي آخر نقطة، إنه الآن الروح القدس فاعل في الكنيسة. الروح القدس صوته مش صوت مزمجر ولا صوت عالي ولا صوت برج الدنيا. الروح القدس سمع صوته إيليا النبي زي نسمة ريح لطيفة سمعها إيليا النبي. وبالتالي نحتاج إذا شوي نصم أذاننا عن صراخ العالم وعن صخب العالم، حتى نسمح للروح الإلهي بأنه يتغلغل فينا ويسير حياتنا، وفي النهاية هو القائد تبعنا نحو الملكوت السماوي. آمين آمين يا أبونا. يعني شاكرين جدا اتصال حضرتك أبونا، وفعلا يعني عظاتك دائما أنا بنزلها سلسلة متكاملة على الويب سايت على الموقع، وأي شيء بتنزله على الفيسبوك عم نستفيد منه. يعني أعطينا لحالنا حقوق الطبع. إلكوا كل كافة الحقوق وبدون إذن. تسلم يا أبونا، خجلتنا حبيبي أبونا. خلينا إياكم خالص تحياتي إلك ولأبونا إبراهيم. شكرا أبونا. أبونا شكرا لك، أذكرنا بصلواتك يا أبتي، بصلوات القديسين معك إن شاء الله. آمين. شكرا لك أبونا. عودة لموضوعنا أبونا، تفضل. الشيء اللي حابب أنه أقوله للمؤمنين للعالم، أنه حياة القداسة هي حياة الله الثالوث. حياة القداسة هي أن تشترك في حياة الله الثالوث. وبالتالي حياة القداسة والوصول إلى القداسة هو هدفنا الوحيد والأسمى. القداسة ليست هي شيء تكميلي أو شيء بدنا إياه أو ما بدنا إياه. نعم، هي أساسي. يا بتكون قديس مع الله، يا بتكون أنت مع الشيطان، ما في حل وسط. ما بتقدر تقول أنا بدي أوقف على الحياد، لا مع الله ولا مع الشيطان. العازر والغني، الغني ما سوى إشي عاطل لعازر، ولا أساء له ولا سبه ولا أساء له ولا أهانه، لكن كونه كان يمرق من قدامه ويشوفه وما يساعده كان إذن هو الخطيئة. إذن عمل عدم عمل الخير، الخير هو شر بحد ذاته، هو شر بحد ذاته. عدم الإيمان بالله هو إلحاد، عدم السير وراء الله هو السير وراء الشيطان. يعني نأخذ موقف أبونا، يعني القداسة هي هدفنا الأساسي والوحيد، اللي هو الوصول إلى النعمة الإلهية والوصول إلى المثال. هلأ شو مشكلة آدم وحواء؟ آدم وحواء الله خلقهم من محبته، فيض محبته. نعم محبته. بالتالي أعطيكم بس مثل بسيط، مثلا إذا أنت بتسلم على واحد عندنا بالشرق، إذا بتشد على إيده معناته أنت بتحبه كتير، مشتاق له. صحيح. إذا بتحبه أكتر بتعبطه، صحيح، بتحتضنه. المحبة بين الرجل والمرأة هي اتحاد، اتحاد.
هذا هو الاتحاد الحقيقي. مشان هيك الله في بالفردوس لما خلق الإنسان خلقه مشان يتحد معه، يعني حتى لو لم يخطئ الإنسان كان الله سيتجسد. ليش؟ لأنه بده يوصلنا إلى مثاله، أي إلى الاتحاد الكامل في الله. وهذا الاتحاد بالله هو القداسة. والقداسة أكيد. ولكن الإنسان بسبب خروجه عن الخط اللي الله وضع له إياه، وتحرر أراد أن يتحرر من وصايا الله وأوامر الله، وقع بالخطيئة. مشان هيك ألبس لباس الحيوانات والجلود، أي أنت يا إنسان أصبحت الآن تحولت من إنسان إلى إنسانا بهيميا أرضيا. في المسيح يسوع وفي حلول الروح القدس بالعنصرة نحن ألبسنا المسيح وخلعنا الثوب القديم. جميل جدا أبونا. وأصبح لنا لباس، أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم. لذلك يقول بولس الرسول نحن به وله قد خلقنا. إحنا ما انخلقنا لأجل أنفسنا، نحن به وله قد خلقنا، وبالتالي نحن نسعى إلى أن نصل إلى هذه القداسة. إذا هذا هو هدفنا، نعم، ليش تنتزاعل الإخوة من بعض؟ مشان إيش؟ مشان شقفة أرض، ومشان مصاري، ومشان حكي نسوان وهون وهناك، وقال لي وقلت له هاني وأهانته. شو أنت بالنسبة للي للإهانات اللي تعرض لها المسيح من البشر والبساق واللطم والكذا من هالجو؟ شو أنت بالنسبة للقديسين اللي اضطهدوا من أجل المسيح؟ فمشان هيك المسيح اليوم بدعونا حاج جميع القديسين إنه إحنا نرجع إلى الطريق الصح. والطريق الصحيح هو التخلي عن الأمور الدنيوية للاتجاه إلى الأمور السماوية. مشان هيك بالاتجاه التخلي مش معناته ما نأكل ولا نشرب. بولس الرسول بيقول من لا يعمل لا يأكل. أكيد. هذا واضح. يعني واضح. الإنسان بدك أنت كنت طبيب، كنت كاهن، كنت مهندس، كنت موسرجي، كنت محاسب، كنت رجل نظافة، إيش ما كنت تكون، هذه مشان الواحد يأكل أكل من لقمة بهالحياة مشان يعيش. ولكن الهدف الأساسي بتاعك هو أن تصل إلى القداسة، هو أن تصل إلى التأله بنعمة الله، هو أن تتحد بالله، لأنه الله من كتر محبته فيك بده يتحد فيك. آمين آمين. عشان هيك بنقول في صلاة المناولة قبل المناولة أني أؤمن يا رب وأعترف أن هذا هو الزكي الكريم بعينه، هو نار ونور، نور نور يؤله المستحقين ونار يحرق غير المستحقين. بالتالي الروح القدس لما حل على الرسل في بشكل ألسنة نارية، ليش الألسنة نارية؟ اللسان هو أقرب شيء للكلمة، وبالتالي أنت مدعو أن تبشر بكلمة الله في كل العالم وفي كل أنحاء، وتنتشر كما تنتشر ولا تخف النار. ولا تخف لأن أنا معك. ولكن نار، لأنه النار تحمل معنيين، النور. النار تحمل النور الإشراق ونور الطريق للخلاص، ونار الحارقة التي تحذر الخطأ والأشرار. ومشان هيك بيقول بولس الرسول في رسالته للعبرانيين الإصحاح 12 آية 29 بيقول إن إلهنا نار آكلة. نعم صحيح. فهي نار تعطي الضوء والنور، وبذات وهي تحرق غير مستحق. أبونا في عندي سؤال، هو يعني كثير من الناس عم بيسألوا فيه، وكثير في مقاربة بين هالمصطلحين أو بين هالحالتين. لما بنحكي قداسة مقياسنا البشري إحنا الناس العاديين بنحكي إنه المعجزات، في هناك علاقة وثيقة إنه كيف نعرف؟ أو الكنيسة يعني قبل أيام قليلة الكنيسة الأرثوذكسية أعلنت قديس جديد، والكنيسة الكاثوليكية يعني ما في سنة بتمرق إلا بيطوبوا فيها القديسين، وأعدادهم زي ما تفضلت حضرتك بالملايين.
وين الرابط ما بين المعجزة إنه هذا قديس كل اللي طوبوا بالكنيسة قديسين عملوا معجزات؟ هذا نقطة مهمة جدا، شكرا لهذا السؤال. أول شيء الكنيسة مش هي اللي بمقياس القداسة، المطارنة أو الخوارنة أو المجمع أو ليس هو مقياس، مقياس القداسة هو الروح القدس. آمين. وإعلان الروح القدس لهذول إلى المطارنة والمجمع المقدس هو الذي يجعل الكنيسة تعلن أنه هذا الإنسان هو قديس. تمام. مثلا زي القديس نختاريوس، القديس أبونا بايسيوس اللي توفى قبل فترة، في ناس الكنيسة ممكن تشوف أنه في صار عجائب أول شيء، وتأتي الكنيسة وتتحقق من ذلك. مش كل أي واحد بيجي والله صار معي عجيبة، ظهر المسيح، ظهر لي كذا، هو حقيقة قد يكون حالة نفسية، قد يكون حالة اجتماعية، كان يكون كتر التقى بتاع الإنسان، ولكن في ظهورات حقيقية لقديسين ولأباء قديسين، وبالتالي في صنع عجائب والكنيسة تأتي وتتحقق من ذلك. وأنا عندما تتحقق الكنيسة من هاي العجيبة تعلن أن هذا اللي صار من خلال العجيبة هو قديس. النوع الثاني تتحقق من ظهورات هذا القديس، قد ممكن ما يعمل عجيب ولكن قد يظهر، ويظهر لناس مشهود لهم بالإيمان، مشهود لهم بعلاقتهم بالله، وبالتالي هؤلاء يعلنون عن قداسة هذا الإنسان والكنيسة تتحقق من هذول الأشخاص. أيضا في ظاهرة أخرى أنه عظام القديسين، لأنه إحنا نؤمن ذخائر يعني. أنه ليس فقط الإنسان، الله لا يتعامل مع الروح فقط، الله جاء وخلص الإنسان نفسا وجسدا، نفسا أكيد، وبالتالي عندما يتقدس الإنسان يتقدس نفسا وجسدا أكيد. ومشان هيك إحنا منزور القبر المقدس، إحنا ما منبوس حجر ولكن منبوس المكان اللي انوضع عليه جسد المسيح، او من روح من زنار العذراء مثلا او شيء من النوع، احنا من قبله انه هذا هو قوه الله اللي كانت مع العذراء موجوده فيه، مشان هيك موجود هذا في الكتاب المقدس، مش بعيد عن الكتاب المقدس. المراه نازفه الدم لما لمست هدب ثوبه للمسيح، هل الهدب تبع الثوب او الشربه هاي تبعت العبايه تبعت المسيح، هل هي في قوه الهيه؟ لا، هي قوه المسيح، هي قوه الروح القدس، هي قوه الاب والابن والروح القدس، تعبير يعني. ولكن الله يعمل من خلال الامور الماديه ايضا. بنلاحظ بطرس الرسول والرسل خيالهم كان يمر على المرضى كان يشفوا، خيال مين؟ مش خيال روحهم، خيال جسدهم. معناته هذا دليل على ان الله قدس الإنسان بكامله نفسا وجسدا. مشان هيك بنلاحظ في كثير من عظام القديسين بتطلع رائحة ذكية. نعم. ريحة ميرون. نعم صحيح. رائحة ذكية جدا، هذه علامة قداسة. أو عدم تحلل، مرات علامة أخرى، مش كل قديسين لا يتحلل حسب كيف، عدم تحلل جسد الإنسان، ولكن ويعطي رائحة ذكية جدا. وأحيانا زي القديسة كاترينا في دير سانتا كاترينا جسدها بالكامل بتلاحظوا موجود والجلد ينبسط عليها. كمان القديسة مريم المجدلية في دير جبل أثوس موجود إيدها وحتى جلدها موجود لحد الآن وبتعطي رائحة ذكية جدا. في دير كسيروبوتامو في جبل أثوس في خشبة كبيرة جدا هالقدها هالقدها كبرى للصليب المكرم وفي ألبوم من أثار الثقوب تبع إجل المسيح أحيانا بعطي رائحة حتى بعبي كل الدير، وأنا شوف يعني شميتها ورحت هناك وسجدت لخشبة الصليب المكرم. إذن القداسة قد يعلنها الله بعدة أنواع، لكن مهم جدا ليش الله يعلن القداسة؟ شهادي أنا بعتبر، مش مشان القديسين، هم مقدسين، هم مكرمين عند الله فينا وبلانا، ولا بحاجة لإلنا أكيد،
ولكن مشان الله يعلن وحدة الإيمان الحق، وأن إيماننا مع إيمان هذول القديسين وإيمان واحد وإيمان صادق وإيمان صحيح. وكما وصل هؤلاء القديسين إلى الملكوت السماوي إن اتبعنا إحنا سيرة حياتهم لأنهم اقتدوا بالمسيح كما بولس الرسول اقتدى بالمسيح، نحن نصل كما هم وصل. أبونا في نقطة أخيرة، يعني وقت البرنامج خصوصا مع حضرتك عن جد بالحقيقة ما شعرت بالساعة مرقت سريعا جدا، في موضوع كثير بهمنا المغالاة بتكريم القديسين، وبعض الأشخاص بالإيمان الشعبوي والتقوي البسيط يصل في ذلك إلى المبالغة وترك السيد المسيح. نحن نختم. نعم نعبد طبعا. نحن نعبد الله الواحد، هذا العباد هي فقط لله، الآب والابن والروح القدس، الله الواحد. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك رب واحد، وأنا أؤمن بأن الله واحد، آب وابن روح قدس، هم ثلاث أقانيم وإله واحد وجوهر واحد. نعم صحيح أبو داود. وبالتالي تكريم القديسين هو وطلبت دعائهم وصلواتهم زي ما العذراء طلبت بعرس قانا الجليل من المسيح، هي طلبت صلواتهم. نعم. لأنه المسيح موجود فيهم. نعم. وسببين، السبب الأول أنا أطلب من المسيح الموجود فيهم. نعم. والروح القدس الساكن فيهم. نعم. وشغل تاني أنا أوحد صلاتي بصلاتهم للمسيح والمسيح. نعم. يستجيب. آمين أبونا، نشكرك في هذا الصباح المبارك، فعلا حلقة غنية كانت بوجود حضرتك. نختم نحكي القديسين هم القدوة والمثال اللي عن جد يمكن يستطيع الإنسان أن يصل إلى القداسة، وسحابة من القديسين هي المثال الحي على ذلك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الصباح، نلتقي في الأسبوع القادم. سلام المسيح يجمعكم، آمين. أعجوبة ليلي لوميير مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، ترنم صلوات ليل ومير محبة حب وخير.